وقف هنا الحقيقة عند المسجد الأقصى، قيمة المسجد الأقصى. يعني الآن هناك من يخرج الله ويحاول أن يشكك في ماهية المسجد الأقصى وقيمة المسجد الأقصى، وأنه ليس أساسا يعني من طيب. النقاط الهامة في تاريخ الإسلامي. فكيف نفند ذلك اليوم من خلال يعني هذه الذكرى الجميلة عن الإسراء والمعراج؟ سؤالك جميل يا دكتور عمرو. والله الأقصى له مكانة كبيرة جدا في قلب كل إنسان مؤمن، في قلب كل إنسان مسلم. هو ثاني مسجد وضع في الأرض. النبي سئل إيه أول مسجد وضع في الأرض يا رسول الله؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم ماذا؟ إيه اللي بعده؟ قال المسجد الأقصى. كم كان بينه وبين المسجد الحرام؟ 40 سنة، 40 عاما ما بين بناء المسجد الحرام وما بين المسجد الأقصى. هو أولى القبلتين، أولى القبلتين. المسجد الحرام بني مع بداية الخليقة؟ المسجد الحرام أول بيت وضع للناس. إمتى؟ مع سيدنا إبراهيم؟ لا، ده سيدنا إبراهيم كان بيرفع القواعد، كانت مقامة قبل ذلك طبعا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني في زمن نوح. قيل أن أول من بنى المسجد الحرام، الكعبة، البيت العتيق اللي ربنا قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أول من وضعه هم الملائكة. نعم. وجاء سيدنا إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد، ده قبل ما يرفعها، لما أخذ أمنا هاجر اللي هي من عندنا من صعيد مصر وإحنا بنفخر بهذا، وابنها إسماعيل اللي هو جد العرب، وضعهم في مكان صحراء وادي. نعم. قال إيه؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الإيه؟ المحرم. وكان لسه بناه، بس هو هنا البيت المحرم. فيبقى المسجد الأقصى تاني مسجد، وهو أولى القبلتين. عندما فرضت الصلوات الخمس ونزل بها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها للصحابة قبل الهجرة ب3 سنوات، قبل ما يهاجر للمدينة ب3 سنين، والمسلمين بيصلوا في مكة، بيصلوا سرا. ولذلك دي الحكمة من أن صلاة الظهر وصلاة العصر هي صلاة سرية، لأنها في وضح النهار، والمسلمين كانوا لا يرفعون أصواتهم. ليه؟ عشان المشركين هيأذوهم. يعني النهار بقى الدنيا حركة وبتاع، ممكن يعدي من قدام بيت فيسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بس ده البيت ده فيه مسلمين، فيقوموا المشركين يأذوهم ويضطهدوهم، وربما قتلوهم زي ما قتلوا السمية وقتلوا ياسر أبو سيدنا عمار بن ياسر. فكانوا يصلون تجاه بيت المقدس وهم لسه في مكة. بس النبي عليه الصلاة والسلام بذكائه المعهود، الكعبة لها 4 أركان، نبدأ من ركن الحجر الأسود اللي احنا عارفينه وبنبدأ الطواف من عنده. الركن الحجر الأسود، الركن اللي قبله مباشرة اسمه الركن اليماني. اللي يقف ما بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود تبقى الكعبة قدامه وبيت المقدس قدامه كمان. فالنبي هو بيصلي في مكة عندوش مشكلة، واللي وجهك اتجاه بيت المقدس يجي في الحتة دي بالظبط ما بين الركن اليماني وما بين الحجر الأسود ويقف يصلي، فتبقى الكعبة قدامه وبيت المقدس قدامه. المشكلة ما حصلتش لما راح المدينة المنورة، بقت الكعبة في ظهره وبيت المقدس. فكانوا المسلمين المسجد الأقصى هو أولى القبلتين، أول قبلة استقبلها المسلمون المسجد الأقصى. حاجة كمان، المسجد الأقصى بناه سيدنا سليمان، ويوم ما بنى المسجد الأقصى وفاء وانتهى من بناء المسجد الأقصى دعا ربنا 3 دعوات. ما هو دي برضو على هامش حديثنا يا حضرات، في الدعاء بصالح الأعمال. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بيعمل عمل جليل، ربنا أم دعا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا ما ناسكنا، عرفنا نعمل إيه، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم. كل دعوة دعاها سيدنا إبراهيم وهو بيبني الكعبة ربنا استجابها له. حتى النبي بيقول أنا دعوة أبي إبراهيم. يعني وجود النبي وبعثة النبي من دعاء أبينا إبراهيم، شوفوا الجمال ده. فسيدنا سليمان بنى المسجد الأقصى، ولما فرغ من بناء المسجد الأقصى دعا 3 دعوات يا دكتور عمرو. الدعوة الأولى قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. خدوا ولا ما خدوش؟ خدوا. الدعوة الثانية طلب من الله أن ربنا يرزقه
حكما، أن يرزق الله سليمان حكما يوافق حكم الله. فكان سليمان لا يحكم في أي قضية إلا ويطلع حكمه فعلا هو حكم ربنا. ففهمناها سليمان. الدعوة الثالثة اللي دعا سليمان، يا رب أي واحد يجي يصلي يجي المسجد ده لا يقصده إلا للصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مسجد الأقصى، أي واحد يروح يصلي في مسجد الأقصى ويطلع منه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ده دعا سيدنا سليمان. حتى الصحابة قالوا النبي يا رسول الله مسجد الأقصى نعمل إيه؟ قال إيتوه فصلوا فيه، روحوا صلوا في المسجد الأقصى. قالوا طب افرض يعني غلبتنا الروم، حد واخده مننا تحت الاحتلال، نعمل ما قدرناش نروح، نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فابعثوا بزيت يسرج في قناديله، عمروه. مش قادر تروح الاقصى، عمروا ازاي؟ افرشوا، اصرف عليه، اصرف على عمارة المسجد الاقصى. المسجد الاقصى، اللهم رد الأقصى إلينا يا رب العالمين، اللهم رد الأقصى إلى المسلمين، وارزقنا فيه صلاة يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين.